روح كلي لك شي لقمة، بعد شوي راح يتعبى المحل وما راح يصير لك تاكلي. طيب روحي كلي ولا تلتهي، احسن ما تضلي بلا اكل. هلأ ماني جوعانة. ايه انا نصحتك. اهلا وسهلا سالي خانم. مجد مانو هون؟ قبل شوي كان هون يا خانم وراح. جيب لي عصير برتقال فريش. امرك سالي خانم. من وين طالع هذا الصوت؟ نهال عم تعزف مندولين. المندولين هلا بيكون عم يقول دخيلكم خلصوني بقى. بعدين ليش ما عم تشتغل؟ نحن ما دفعنا لها اجره لحتى تقعد تلتهي. انا سمحت لها بدل ما تاكل. اذا هلا وقت الاكل تروح تاكل. ما انا جايبينها تتسلى على كيفها، روح خبرها. امرك سالي خانم. نهال خلص شيلي المندولين من ايدك. وليش؟ اسمعي شو عم اقول لك، يلا اشتغلي. هلا مو وقت استراحتي. استراحة لتتغدي، مو لحتى تعزفي. بس انت اللي قلت لي. نهال اللي قلت لك يا انسي، هلا غير وضع. سالي خانم بدها هيك؟ ايه بدها. نهال ليكي بلا مشاكل، هي بنت المعلم، بلا ما تعلقي معها. انا باستراحة الغداء، بعمل اللي بدي اياه، شو دخلها؟ نهال لا تعاندي. راسي رح يفلع، ما قلت لك ما بدي اسمع هذا الصوت؟ ما خبرتها شو قلت لك؟ سالي خانم انا خبرتها، قالت انا باستراحة وبعمل شو ما بدي. بالله شو هالحكي هاد؟ وكمان في عندها لسان طويل؟ منشوف لكن. طلعي ولي. هالحكي الي يا خانم؟ تعي لهون. ما وصلك خبر انه راسي عم يوجعني وما بدي ضجه؟ ماني عم ضوش، عم بعزف على المندولين. يا بتروحي تشوفي شغلك يا اما بتنقلعي من هون. شيلي هالزفت من ايدك. انا ما بسمح لك تحكي معي هيك. هيك لكان. هاتي وهلا انقلعي على شغلك بسرعه. اعطيني المندولين. بلا وقاحه ورجعي على شغلك. وانا عم اقول لك اعطيني المندولين. هاتي نزلي ايدك. هاتيها لهون. لك اتركني اتركني. شو عم تعمل؟ اعطيني اياها. بدك اياها ما هيك؟ ماشي تفضلي خدي. هلا ابو كولا هلا اسفي على كيفك. شو عملتي؟ عم بسألك شو عملتي وليك؟ عاملة حالك ما بتعرفي شو عملتي ها؟ لك كسرتي المندولين، أكيد أنت واحدة مجنونة. مجد أنت شو صار لك؟ المندولين تكسرت. شو يعني بنظرك المندولين أهم مني؟ طلع بحالك. ولك هذا المندولين اللي كسرتيه طبعاً أهم منك يا غبية. مين حضرتك؟ هذا المندولين بيحمل مشاعر أكثر منك وبيحس أكثر منك. إيه خلصنا بقى. أنت مانك عرفان مع مين عم تحكي. بعرف مع بنت كنت حبها بالماضي. ان شاء الله بتشوف جهنم بمنامك. بس انت رح تشوفيها بالحقيقه. منشوف. لا تتعذبي، هالمندولين ما عاد يتصلح. انت منيحه؟ منيحه. لا تزعلي على المندولين، راح اشتري لك غيره.
نهال، عزت بيك بعت لك هالظرف وقال ما عاد بده يشوفك هون. شو في جواته هاد؟ معاشك لاخر هذا الشهر، وبيقول لك اتركي المحل. نهال انا حذرتك من هذا الشيء، قلت لك بلا ما تعملي مشاكل، شفتي اخره عنادك؟ اوه عزت بيك وينه هلا؟ هو بمكتبه؟ ايه هو بالمكتب. خلصنا بقى، حاش تبكي. وهي قلعت لك اياها للبنت. نهال ليش تقلعت من الشغل؟ هذا الموضوع ما بيخصك. بس مو حلوة تقطع برزقة العالم من دون سبب عزت بيك. ما حدا وكلك تدافع عن حقوق العمال سيد مجد، روح انتبه على شغلك. طيب أنا رح انتبه على شغلي. استقلت. كأني ما سمعت. أنا انتبهت على شغلي وقدمت استقالتي، ومن هي الليلة ما عاد اشتغل عندك، عم تفهم؟ مجد شو عم يصير؟ تركت الشغل